ننتقل ايضا لزميلتنا نشوى الشريف من امام مجلس النواب، وعندها لقاء خاص مع النائب هشام مجدي عضو لجنه الشؤون الافريقيه. نذهب ونتابع. فعلا ما زلنا مستمرين في متابعه كل ما يدور بداخل اروقه مجلس النواب، واليوم المجلس يعني بيشهد عدد كبير من الاجتماعات، اذا كان الجلسه العامه التي بيشهدها المجلس، وايضا عدد من اللجان بتجتمع اليوم لمناقشه ودراسه بيان الحكومه عن طريق السبع محاور التي تضمنها بيان الحكومه. هنتكلم عن تفاصيل اكثر فيما يخص بيان الحكومه وايضا هذه اللجان، وبصحبتي الآن السيد النائب الدكتور هشام مجدي وهو عضو في لجنة الشؤون الأفريقية. أولا مرحب بحضرتك سيد النائب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا بيك. كلمني كده في الأول، بما إن حضرتك في لجنة الشؤون الأفريقية، كلمني إيه اللي اتكلمتم فيه النهاردة في بداية اللجنة؟ الحقيقة بالنسبة أنا عاوز أصحح شيء في الأول، نحن بصدد برنامج الحكومة وفق ما نصت عليه المادة 146 من الدستور وليس بيان. لجنة الشؤون الأفريقية هي يعني مختصة بنظر المحور السابع وهو الخاص بالصعيد الأفريقي والعربي ودور رائد لمصر على المستوى الدولي والعالمي. الحقيقة تناولنا ما جاء بهذا المحور بشكل من التعمق، ورؤية الحكومة تجاه الدول الأفريقية والدول العربية وكذلك دول العالم المحيطة رؤية مبشرة ورؤية طموحة، وإن كانت هناك بعض الملاحظات يعني أزيناها على هذا المحور. الحقيقة مصر مدية اهتمام كبير جدا للدول الأفريقية، لأن أنا بعتبر أن الدول الأفريقية هي الأمل، هي المستقبل لما فيها من خيرات، والحكومة سوف تعمل على تفعيل الاتفاقيات التي وقعت واللجان المشتركة التي كانت من قبل، وسيكون لمصر دور رائد وفعال في المنطقة بأسرها. يمكن من أهم المحاور التي تزعج المواطن المصري هو ملف المياه، وده ملف أمن قومي. مصر إن شاء الله حقوقها المالية ثابتة، لا يستطيع أحد أن ينتقص أي حق من حقوقه وفقا لما نصت عليه الاتفاقات الدولية التي أبرمت منذ أكثر من 60 سنة. في إطار الدبلوماسية وفي إطار الحكمة والحنكة التي تتميز بها القيادة السياسية، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، المفاوضات والدبلوماسية، ومش عاوزين نسبق الأحداث، الأمور ماشية كويس إن شاء الله. لكن ما نقدرش نعلن عن كل ما يتم إلا في حينه، يعني كل حاجة في وقتها سوف يعرفها المواطن المصري. سيادة النائب، شفنا موضوع ملف المياه وسد النهضة، شفنا أنه حوله أحاديث كثيرة جدا. هل الحكومة وضعت يعني بدايل طرق لحل هذه المشكلة الكبيرة اللي احنا يمكن بتقلق عدد كبير من الشعب المصري؟ الحقيقة أي مشكلة في العالم لها بدائل، ولكن أنا لا أستطيع أن أبحث عن بديل. قد يكون هناك بدائل في سرية تامة موجودة في عقل الحكومة وفي عقل القيادة السياسية، وهي بدائل كحلول، إن أنا بوجد مصدر آخر للمياه، أو إن أنا أحل مياه البحر ودي مكلفة، أو بلجأ لمياه الآبار، لكن ما سيبش حق المكتسب دوليا وفكر في بديل. انا الاول مصر متمسكه بحقوقها ولن تتنازل عنها ابدا. البدائل ده شان يخص الجانب المصري، لكن حقوقنا الاساسيه احنا متمسكين بها تماما ولن نتنازل عنها، بل نسعى الى اضافه حقوق مائيه اخرى ان شاء الله. اللائحه ان شاء الله المفروض ان هي عند السيد رئيس الجمهوريه، امتى هتيجي اللائحه الاولى؟ توصل للمجلس امتى؟ هي الحقيقه المجلس انتهى من التصويت بشكل نهائي على اللائحة يوم الأربع الماضي بنسبة 403 نائب مؤيدين لهذه اللائحة، وبالفعل السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أرسل اللائحة للسيد رئيس الجمهورية للاطلاع عليها، ولرئيس الجمهورية كما حدد الدستور 30 يوم هذه اللائحة سوف تصدر بقانون.
ان ايه يعترض على اللائحه او يصدرها. فاذا مر 30 يوم ولم يصدرها اصبحت قانونا، واذا كان راى فيها اي شيء يستطيع ان هو سيد رئيس الجمهوريه يعيدها الى المجلس، والمجلس هنا يبقى صاحب القرار، اما ان يستجيب لتعديلات السيد الرئيس واما ان يصر باغلبيه الثلثين وتصبح قانونا. لكن من المتوقع ان شاء الله بعد ان ابدا مجلس الدوله رايه على تلك اللائحه من الناحيه الدستوريه ومن ناحيه الصياغه ان قد تصل اللائحه الى المجلس اليوم مقرة من السيد رئيس الجمهوريه في صوره قانون اليوم او غدا على الحد الاقصى، حتى يستطيع المجلس ان يباشر اعماله ويقوم بمناقشه بقى برنامج الحكومه في القاعه الرئيسيه، حتى يستطيع ان يقرر ان يمنح الحكومه الثقه ام لا يمنحها الثقه. اخيرا سياده النائب، عايز اعرف امتى هتقوموا باصدار قراركم فيما يخص برنامج الحكومه؟ الحقيقه برنامج الحكومه انا عندي اطار لجان متخصصه، لان اللجان النوعيه لم تتشكل بعد بسبب تاخر اللائحه. تلك اللجان السبعه كل لجنه بتقول رايها وبتكتب تقارير، واحنا كلجنه شؤون افريقيه على مدار اربع اجتماعات انتهينا اليوم من دراسه المحور السابع الخاص بافريقيا والدول العربيه والعالم باسره، وتم كتابه التقرير وسوف يسلمه السيد مهندس سعدو راغب رئيس اللجنه وهو اكبر الاعضاء سنا للسيد الوكيل السيد محمود الشريف، وكل اللجان سوف تنتهي من عملها في المدة التي حددها المجلس 10 أيام، وربما بعض اللجان تحتاج إلى وقت إضافي يومين أو 3 أو 5 أيام، ودي سلطة للمجلس يستطيع أن يعطيها هذا الوقت. بعدها ستكون المناقشات داخل القاعة الرئيسية، كل عضو يستطيع أن يقول رأيه بعد أن توافرت لديه المعلومات وقام بدراسة وقراءة هذا البرنامج بتعمق. الحكومة أعتقد أنها سوف تستجيب لملاحظات المجلس، وفي النهاية القرار سيكون للمجلس وبأغلبية الثلثين إن شاء الله، إما أن يؤيد الحكومة وإما أن يرفض البرنامج. شكرا جدا سيادة النائب. شكرا جزيلا. شكرا. أخيرا مشاهدينا، كان هذا لقائي من أمام مجلس النواب، والذي بيعقد اليوم الجلسة جلسته العامة، وأيضا هو في انتظار كما صرح لي السيد النائب هشام مجدي أنه المجلس في انتظار وصول اللائحة من السيد رئيس الجمهورية. أخيرا بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونرجع مرة أخرى للاستوديو. واحنا كمان بنشكرك يا نشوى على هذا اللقاء المهم. اذا لجنه الشؤون الافريقيه والعربيه بمجلس النواب توافق على بيان الحكومه في محور العلاقات المصريه الافريقيه وتنميه هذه العلاقات المصريه الافريقيه والعربيه فيما هو مس بهذا الصدد او بهذا الشان، اللجنه بتوافق على ما جاء في بيان الحكومة، كما توصي بضرورة العمل على لم الشمل والسرية التامة في إجراءات الحكومة الخاصة بمفاوضات سد النهضة. مرة تانية، توصي بضرورة العمل على لم الشمل والسرية التامة في إجراءات الحكومة الخاصة بمفاوضات سد النهضة. ده أبرز ما جاء في موافقة لجنة الشؤون العربية والإفريقية على بيان الحكومة في محور العلاقات المصرية والإفريقية.